اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. اطلبوا بوصية، أنت مطالب أن تطلب من الله في طلبات سمائية في طلبات أرضية. إن لم نطلب لن نأخذ. نوع الطلبة يحدد ما في عقل الإنسان من أفكار. في ولادة أنوش مصطلح جديد بنشوفه في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين، ابتدأ أن يدعى باسم الرب. يعني كان في فترة لا وجود لاسم ربنا. الإنسان ساعات بيتغير حسب المواقف، ساعات الإنسان بيتغير حسب الأهواء، ساعات الإنسان بيتغير حسب الناس اللي حواليه، لكن الإنسان الذي يسير مع الله لا يتغير. مهما تغير المكان، مهما تغير الإنسان، ومهما تغير الزمان، يبقى هذا الإنسان مع الله. وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد. اللي خلى أخنوخ يسير مع الله درجة حرارة الإنسان بالترمومتر، الزلازل ريختر، كل حاجة لها مقياس. أين هو المقياس الروحي للخادم الروحي؟ عندما يأخذ الخادم الخدمة من يد الله بيزداد حضوره للقداس، بيزداد مواعيد الاعترافات، بيزداد حضوره لاجتماع الصلوات. لو المقاييس دي بتقل في حياة الخادم في حاجة مش مظبوطة. بعض الأحيان خادم بياخد خدمة روحية، أول شيء بيشيله الصلوات، ما عندوش وقت شغل بالخدمة. أول شيء بيعمله يقلل القداسات، مرهق من الخدمة، يكتر حضوره مع الآخرين للنقاش. أنا رب طلبتي إن أشيل الصليب كل يوم وأنا فرحان. أنا رب بطلب منك أن يعيش هذا القلب في سلام دائم. أنا رب بطلب منك إن أكون رحيم على آخرين. أنا رب بطلب منك أن تحطم صخور الماضي، الصحبة الشريرة، الكرة البعيدة، قرية عاي، قرية عمواس، ترشيش، بابل. لكن بولس الرسول اللي هو شاول الترسوسي، الماضي بتاعه صخور تحطمه عندما رأى السيد المسيح. ولكني أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. هفتكر يا ولا إيه؟ ده ماضي صعب جدا. بطلب منك يا رب أن تنجي نفسي من الفخ. الفخ انكسر ونحن نجونا. أعيش بلا لوم. وأنت بتاخد نصيحة من الآخرين ميز. هل الظروف نفس الظروف؟ عندما تختلف الظروف ربما نحن في حاجة أن يختلف الدواء. ثلاث أنواع من الأدوية بولس الرسول كتبها لفيليكس الوالي. محتاج مضادات حيوية علشان القلب يتغير. دي شروط علشان الإنسان يشفى، أن تقبل الدواء. فيليكس ما قبلش الدواء من بولس الرسول. أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. أنا مش هاخد الأدوية دي. في تاريخ إنجلترا لما كانت بلد تطلب الاستقلال كان عينه حد اسمه هاي كوميشنر
المندوب السامي، ومرة من المرات الهاي كوميشنر كان حاضر حفلة تسليم البلد لأصحاب البلاد. قال لهم ايه؟ نحن سنذهب ولكنكم لن تنجحوا في إدارة بلدكم، لأنكم تتعاونون على إفشال بعضكم ولا تتعاونون على تحقيق النجاح معا. في رسالة بولس الرسول إلى روميا صحيح 16 آية 10 ذكر بولس الرسول واحد اسمه أرسطو بولس. كلمة أرسطو بولس باليوناني معناها خير مشير. في رسالة ربنا لملاك كنيسة لاوديكيا ربنا بيقول له كده: أشير عليك. أشير عليك يعني بقترح عليك. قبل ما تاخد أي خطوة شوف أنت بتاخد مشورة مين. عندما تكون الطلبة متعلقة بالسماء هناك فرح في قلب الإنسان